احنا صباحنا وش الشاشه احلى صباح عليك. احنا صباحنا بوش مين؟ كان النهار شفاف والصبح جلده تخين، والدوشه دايره في الودان تشتم، والزحمه محداثه بين خطر ودين واقفين. كل الوشوش اسئله دايره بتدور على وش بيجاوب، حواديت بتتساوب، عجل الطريق داير وما بيرحمش. والمشكله هاديه، ما كانتش مستاهله اتنين عزاز على بعض يفرقوا، ولا حتى مستاهله السياسه تخش حي الدين من غير هدوم، ولا حتى مستاهله الحلم اللي طب وسط الطريق يتغطى بالمرمين. اسدت شقه فول بيني وبين الجوع، وقعدنا نتفرج خط الكتاف والزقه والخطوه اللي بتحاول ومش عارفه. وساع طلعت ايدي من جيبي ايه لديق الرزق، مسحت على راس البكا بشويش، لقيته بيطبطب على كتفي، اتفتحت عياط، لميت احساسي جوايا وتويته، مديت قوي وشرخت قلبي يا وحداني، وشايف بكره زي البخت، وانا وبختي وشي بيبقى. مش انت اللي فرقت الوجع صدقه، وانت اللي كنت قارشها في الاول، وانت اللي اكبر منها ومني، الفتحه على روح الغريب فيكي، الفتحه على الفاتحين دراعاتهم زي القرع اللي يمدوا، الفتحه واقفه على كل حي اتخلق من ضلع هذا الوطن، معقول ومش معقول. وفتاح عليم يا حلال عقد كل اللي قلبه سليم، وواخد جنب من احلامه اللي بتعنده، ومن طاعته ومن عنده، من كل فعل اتعمل كان الكلام ضده. واحده واحده الضلمه تلبس نظاره وتشوفنا، والارض هتلف من غير زق. بطلنا ايوه لما طلعت، لا برمها عيش وملح، وعرفت اغش الضحكه من وش اللي مش فاهمين، وبعد كام مره هقدر اقاوم حاله الطهقان وما انفجرش في حد. واللي يدوس لي على طرف هسامحه غصبي وعيش انا في وادي، وكل حي في وادي، وادي حال الشعب وسع، الميكروباص اللي طالع من الدنيا على الاخره مليان جتت وهموم، الميكروباص اللي طالع من الدنيا على الاخره مليان جتت وهموم. من راح يموت اولا، من راح يموت ثانيا، ومين اللي مش هيموت؟ يا صبر كان جزع، وغل كان حنان، واخرس كان صوت. انا اللي عكس الكاس، مخلوق بطين وازاز مسبوق بلون الناس، بضحك على الاخر، بضحك على الاخر، واحزن على الاخر، لكن بدون احساس. يا صاحبة العصمة ارمي عليا اليمين وحطها سيرة، يا صاحبة العصمة ارمي عليا اليمين ونفضها سيرة، وكله بالمعروف، لضمت امبارح في بكرة، طلع النهار محذوف، أشعرت جلد الخوف وباين كأني بشوف، وباين كأني بحس. يا صاحبة المعروف وزيت ايديه العيال تسرق من الدعاء وتسيب لي قصر. انا مش عارف اقول حاجه والله، ما شاء الله الله اكبر عليها، واصلا مش لاقي كلام اقوله يعني. صور ورا بعضها، احنا ما لحقناش الاجابه في الصور يعني، اسرع صوره في الناس الثانيه، وربنا يعيننا على اليوم ده النهارده مع استاذ عبد الله.